أنتقل إليك أستاذ رضوان. حذرت الولايات المتحدة وكذلك مؤسسات دولية وأوروبية، حذرت وأيضا جهات حقوقية وإنسانية حذرت من حمام دم وكارثة إنسانية في حالة توسيع الهجوم الإسرائيلي ليمتد إلى أقصى جنوب غزة. لكن يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد يعرف سوى إطلاق تحذيرات وإدانات فقط دون أي خطوات ملموسة لوقف هذه الحرب. ما رؤيتك حول هذا الأمر؟ وهل تتوقع دورا حقيقيا للمجتمع الدولي في الأيام المقبلة؟ أولا اسمحي لي أن أحييك وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. تفضل. يعني للأسف الشديد ما كنت أخشاه وما كنت أحذر عنه وعبر شاشتكم الكريمة منذ أيام أن تكون غزة ورقة انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، فعلا هذا الذي حصل. المواقف الدولية التي نسمعها اليوم تختلف تماما عن منذ أيام بسيطة مرت في مجازر كبيرة وقعت في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، ولم نسمع بنت شفا من أي دولة من هذا العالم تنديدا أو موقفا، بل بالعكس كان دعما مطلقا للكيان الإسرائيلي، وصولا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكن عندما أتى إلى تل أبيب قال لا أرى أن هنالك مجازر بحق المدنيين، رغم أن دمرت مستشفيات وإلى ما هنالك. هذه المواقف التي تتخذها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. عندما نتحدث عن الموقف الدولي علينا أن ننظر إلى نوعين من الموقف الدولي. هنالك موقف دولي ممكن أن يكون له تأثير على الكيان الإسرائيلي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. حتى الدول الغربية ليست مؤثرة كما الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف الآخر هو موقف سياسي لا يقدم ولا يؤخر في هذه السياسات الإسرائيلية الأمريكية، لأنه أمريكا وإسرائيل هما عملة، يعني وجهان لعملة واحدة في كل ما يحصل اليوم في غزة. الذي حصل اليوم هو الفارق الذي وقع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كجو بايدن وما بين حكومة نتنياهو. عندما شعر جو بايدن أن التوجه الإسرائيلي باتجاه ترامب الأكثر حظا في الوصول إلى سدة الحكم، تغيرت خطاب السياسي الإسرائيلي، وسمعنا بعض الوزراء الإسرائيليين أنهم يقولوا لو كان ترامب في سدة الحكم لكان أفضل لنا وغير ذلك. هذا يعني بدأ الغزل مع ترامب، من هنا غضب جو بايدن وبدأ يرتفع بالخطاب السياسي منددا بالمواقف الإسرائيلية. وهل تعتقد أن هذا الكلام هو كلام صحيح؟ إذا تغير رؤساء للولايات المتحدة ستتغير السياسة تجاه القضية الفلسطينية، أم هي سياسة واحدة؟ أبدا، هي سياسة واحدة قائمة لا يمكن لها تغيير. هي الآن فقط الخطاب ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين جو بايدن شخصيا. لكن بالمجمل العام الموقف الأمريكي والإسرائيلي هو واحد. يعني لو كان هنالك كان نية للتغيير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على إسرائيل لكانت غيرت، ضغطوا عليها سابقا.